بالرغم من ان كتير من النجوم ما عندهمش اي مانع في انهم يظهروا في اعلانات تجاريه، خاصه ان الاعلانات دي بيكون العائد المادي بتاعها كبير جدا، الا ان النجم كريم عبد العزيز رفض عرض $1,000,000 عشان يظهر في اعلان لشركه سيارات لمده دقائق. واكد كريم انه مش حابب يظهر في اي اعلان الفتره دي، وانه بيحس ان الاعلانات مش هتضيف له حاجه كفنان.